السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة، ما تنسوش الاشتراك في القناة عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده، علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة، فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة دعما للقناة، اعملوا لايك أسفل الفيديو، ولو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. النهاردة هقدم لحضراتكم وصفة بسيطة جدا وبتحقق فايدة ان شاء الله ممتازة في عملية تسهيل الولادة. الوصفة دي هنستخدم فيها مكون واحد فقط، وهو الحبة السوداء او حبة البركة، هنستخدمها في عملية تسهيل الولادة. الطريقة دي بتستخدم بطريقتين. الطريقة الأولانية هي عن طريق شراب، والطريقة التانية ان انا هقدمها لحضراتكم عن طريق دوش مهبلي. بالنسبة لطريقة الشراب، يعني انا ما بنصحش بيها، لان الحبة السوداء كبداية معروفة بتمنع عن الحوامل، وخصوصا في الاشهر الاولى من الحمل. في الاشهر الاولى من الحمل، الحبة السوداء تناولها ممكن يعرض الحامل لمشاكل خطيرة جدا، وقد تصل الى الاجهاض. لكن بينصح بشربها بعد في الأشهر الأخيرة من الحمل، ويكون شربها باعتدال، وحرصا على سلامة المشاهد الكريم. فأنا يعني لا أنصح بشرب الحبة السوداء طول فترة الحمل. بعض الناس بتقول إن ليها فوائد في فترة الحمل، ولكن في الفترات المتأخرة من الحمل، فعشان ما يحصلش غلط يقولوا تشرب باعتدال عشان ما يحصلش سهو مننا او نسيان. ف يعني الاعتدال بتاعنا ما نقدرش نظبطه، فيحصل ان احنا نعرض نفسنا للخطوره. فانا بنصح ان احنا نتناول الحبه السوداء، في الفايده بتاعتها في كاستعمالها كمسهل للولاده تكون دش مهبلي. ممكن ناخدها عن طريق شراب، لكن طبعا لازم يبقى فيه اعتدال في الفتره الاخيره من الحمل، ده طبعا ممكن ما نقدرش نظبطه. فانا افضل استعملها كدوش مهبلي. تعالوا مع بعض نعمل الطريقه. برضو الطريقه دي لها ثلاث حاجات، ثلاث طرق. انا هعمل الطريقه الاول. هاخد انا معلقه واحده من الحبه السوداء، وهكون محضر ميه دافيه، وهصب انا الميه الدافيه على الحبه السوداء، زي ما حضراتكم شايفين كده معانا. انا هسيب الحبة السوداء تتنقع في المية الدافية لمدة لا تقل عن 12 ساعة، وبعد كده انا هصفي الحبة السوداء، واقدر ان انا استعمل المية المنقوع منها الحبة السوداء، استعملها كدش مهبلي دوت في الشهر الاخير من الحمل. طول الشهر الاخير من الحمل استعملها ان شاء الله، ديت هتسهل لنا عملية الولادة. في طريقة تانية ان انا ممكن اغلي الحبة السوداء، مع اغليها في المية وبعد كده اصفي الحبة السوداء واستعملها. وفي طريقة تالتة ان انا ممكن استخدم زيت الحبة السوداء، يعني الزيت نفسه، واستخدمه احط بعض القطرات في مية دافية، واستخدم الماء دوت في عملية دش مهبلي لتسهيل الولادة. أنا بفضل طريقة النقع، لأنها طبعا النقع في طريقة النقع أو طريقة الزيت، لكن بالنسبة للغليان يعني إيه، يعني مش بحب أنا الطريقة دي قوي، لأن يعني طريقة نقع الحبة السوداء في المية دي بتبقى يعني إيه، بتجيب الخلاصة اللي موجودة في الحبة السوداء، وبالتالي بنحصل على فائدة كبيرة جدا نقدر نستفيد بيها في عملية تسهيل الولادة. الحبة السوداء ليها بعض الفوائد التانية اللي طبعا أي إنسان محتاجها. من فوائدها إن هي بتفتح الشهية وبتعالج النحافة، كمان مفيدة جدا في علاج الصداع، ومفيدة كل دوت بالنسبة إن احنا نقدر نستخدم الحبة السوداء كشراب. هناخد الفوائد اللي بقولها لحضراتكم دي، بتعالج الصداع وبتنشط الذاكرة. بالنسبة للست اللي هي طبعا حصل ان هي يعني حصل عملية وضع
شرب الحبة السوداء مفيد جدا في ان هو بيزيد لها كمية الحليب خلال فترة الرضاعة الطبيعية. طيب انا بالنسبة للسيدة تشرب هو مضر للحليب؟ لا. بالنسبة للاطفال الرضع نفسهم بقى ما نسقيش ليهم مشروب الحبة السوداء الا بعد ما يعدي فترة سنة من الولادة. برضو موضوع الغسول المهبلي دوت جميل جدا بالنسبة للسيدة اللي في مرحلة بالنسبة للدورة ومشاكل الإفرازات المهبلية، كل الحاجات دي كلها غسول مهبلي من الحبة السوداء بيعالج المشاكل دي كلها. بتستخدم ان احنا ممكن نعالج لو في اي حد عنده التهابات في اللوزتين او الحلق، مفيدة جدا في المسألة دي. بتعالج التهابات اللثة والام الاسنان، وطبعا احنا ممكن نستخدم زيت الحبة السوداء مع الخل في ان احنا نعمل عملية مضمضة بالمكونين مع بعض، بتعالج الام الاسنان وفي الحال، ودي طريقة مجربة انا جربتها شخصيا جميلة جدا. كمان بتزيد من فرص حدوث الحمل، اللي عنده مشكلة تأخر في الحمل الحبة السوداء مفيدة جدا ان احنا ممكن نستخدمها لوحدها كمشروب، او ان احنا نضيف ليها الزبادي مع حب الرشاد، جميلة جدا في علاج تأخر الحمل. مفيدة جدا في بتعالج امراض البروستاتا، بتعالج حالات الاسهال والجماعة اللي عندهم مشكلة في الغازات. مفيدة جدا الحبة السوداء في علاج مشاكل الضعف الجنسي، كمان بتعالج الأمراض الجلدية، ولها بعض الوصفات الحبة السوداء في عملية ان هي بتتخلص من اي حد عنده مشكلة في ظهور حشرات في الرأس، القمل والصبان، ديت بتعالج الحبة السوداء المشكلة ديت بان احنا ممكن نطحنها مع زيت الثوم دوت، بيقضي على مشكلة القمل والصبان في الراس. كمان بتعالج حالات الصرع والتشنجات، مفيدة جدا في ان هي بتدر البول والحيض وبتخلص الامعاء من الفضلات والسموم وبتأخر من ظهور علامات الشيخوخة. اخيرا وانا اسف جدا على الاطالة، عدا السيدات الحوامل شرب عدا، يعني ايه بنقول ان احنا السيدات الحوامل بنشيلهم من الحكايه ديت، لان في اول حلقه انا نوهت على ان هي فيها بعض الخطوره على السيده الحامل في اول فترات الحمل ان هي تشرب الحبه السوداء. لكن اي حد تاني مشروب الحبه السوداء لو اتعود عليه جدا يعني رائع جدا. بالنسبه للرجال لو اتعودهم على مشروب الحبه السوداء هو رائع جدا في ان هو بينشط الانسان بدرجة جميلة جدا. بالنسبة للسيدات اعظم علاج لمعظم الامراض النسائية، كل المشاكل النسائية الحبة السوداء بتعالجها وهي رائعة جدا. فانا بنصح كل واحد ان هو يداوم يوميا على شرب مغلي الحبة السوداء او منقوع الحبة السوداء، او ان هو يشرب مشروباته العادية، لكن في كل مشروب يحط بعض قطرات من زيت الحبة السوداء دوت. رائع، وصفة رائعة جدا حقيقة، وصفة رائعة جدا لسلامة الانسان، وان هو يديم عليه ربنا يديم عليه الصحة والعافية. حبة السوداء بتنشط الذاكرة جدا، يعني فوائدها رهيبة جدا. انصح كل مشاهد كريم انه يعني يوميا مشروب الحبة السوداء يكون زيه زي مشروب عادي زي الشاي، زي ما بنتعود على الشاي، زي ما احنا متعودين على شرب الشاي، ليه ما نتعودش على مشروب الحبة السوداء؟ هو صحي جدا ومفيد للإنسان. وأنا آسف جدا على الإطالة، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.